وهناك العديد من الأشخاص الآن في حالة خطر، وهناك أيضا حمى الجوع وهي خطر آخر. في أبريل كانت أول حالة لكوفيد 19 في اليمن، وأعوام الصراع في اليمن أضعفت نظام الصحة هناك. هناك حالات وصلت بالمئات، و نحن نعتقد أن المجتمعات هناك ستعاني بشكل كبير. معاليكم، نحن نسابق الوقت. التقارير تشير أن تهديد كوفيد-19 كبير في اليمن، وهذا إشارة واحدة لما سيحدث في المستقبل إن لم نتصرف بسرعة. هناك نقص كبير لمعدات الاختبار والفحص والأكسجين. العديد من العاملين في قطاع الصحة لا يوجد لديهم المعدات الأساسية، والمستشفيات أيضا لا توجد بها الأجهزة الطبية الأساسية. هناك تحدي صحي كبير في هذا البلد، والذي قطاع الصحة فيه أيضا ضعيف، والذي لا يصل شعبه إلى المياه الصالحة للشرب حتى، ولذلك لا بد من التصرف بسرعة. والوضع أيضا صعب على العاملين بالإغاثة الإنسانية للوصول إلى شعب اليمن. يجب أن ندعم العمليات الإنسانية التي تحدث الآن، وأيضا نطور برامج صحية لدعم قطاع الصحة. نحن بدأنا بالفعل بدعم الاستجابات في البلاد، والتعامل أيضا مع العاملين في الخطوط الأمامية لتوفير المعلومات للملايين، ولكننا علينا القيام بالمزيد. هذا يتطلب زيادة التمويل. هذا العام التمويل ليس كبير. المساعدات والهيئات المساعدة تقول أنها تحتاج الملايين لتغطية برامج والعجز في البرامج حتى نهاية العام، وأكثر من 30 برنامج في اليمن سيغلق إن لم يتلقوا المساعدات المالية. أنا أشكر المانحين الذين وعدوا بتقديم المساعدات، وأحثكم جميعا أن تقدموا المساعدات في أسرع وقت. هذا الالتماس سيساعد شركاء الأمم المتحدة على الأرض لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين، وهذا أيضا جزء من الخطة العالمية لإيقاف كوفيد-19. فنحن نعلم إذا انتشر كوفيد-19 في أي مكان فهذا يشكل تهديد علينا جميعا. وإنهاء الحرب هو الحل الوحيد لحل أزمة اليمن. وهناك لهذا السبب أنا أطالب بوقف إطلاق النار في اليمن، وذلك أيضا منذ أن بدأ كوفيد-19 بالانتشار. نحن نطالب بوقف إطلاق النار شامل هناك، وذلك حتى نبني الثقة وحتى نقوم بإنشاء عملية سياسية في اليمن. الشعب اليمني يحتاج للسلام، ولذلك بذلك أنا أريد